اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه. الفقره دي هنتكلم فيها عن اسواق المال، خاصه بعد تقرير وكاله بلومبرج الامريكيه اللي اكدت فيه على جاذبيه السوق المصري والسوق السعودي، وصفتهم بانهم الاسواق الاكثر ربحيه خلال هذا العام. هنتكلم عن الموضوع ده ومواضيع تانيه مع ضيفنا وضيفكم الاستاذ ايهاب سعيد، عضو مجلس اداره البورصه المصريه. ايهاب بيه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. قول لي اخبارنا ايه في البورصه اليومين دول؟ بورصه مغريه، ثابته، نازله، الوضع ايه في سوق المال بتاعك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو قسمنا الفترات لمدى متوسط وطويل وقصير، هنقول طبعا ايه على المدى الطويل الاتجاه عام صاعد، مفيش شك. يعني احنا من بعد ما عدينا ال 12000 نقطه واحنا تقريبا يعني بمعدل كل شهر بنقفل بمستويات تاريخيه جديده. وصلنا لاعلى مستوى سعري في تاريخ المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 عند 18082 نقطه، وما زلنا حتى الان في هذا الاتجاه الصاعد. نفس الامر بالنسبه للمدى المتوسط باعتباره جزء من المدى الطويل، احنا ما زلنا برضو في اتجاه عام او اتجاه متوسط الاجل صاعد. على الاجل القصير يمكن بقى ايه في نوع من الحركه العرضيه المؤقته نتيجه لغياب المحفزات، وكان الموضوع بتاع ضرب سوريا خلال الاسبوع الماضي كان الى حد ما يعني كان في مخاوف منه، ورغم انه لما حصل في بدايه الاسبوع ما كانش له تاثير كبير، وقد تكون البورصه استوعبت الخبر قبل حدوثه. يعني كان الترقب او حاله الترقب اللي كان المستثمرين فيها ظهرت بشكل واضح جدا في تراجع السوق. يعني المؤشر زي ما قلنا كان وصل لاعلى قمه وبدا يتراجع لحد ما وصل الى 17580 مع الاعلان عن الخبر نفسه، ومفيش يمكن ساعه او ساعتين وبدا السوق يتماسك ويعود الارتداد تاني. امبارح شفنا المؤشر بيقرب من 17900، وبعدين بعد ما كان طالع 100 نقطه انعكس الحال وقلب نازل 100 نقطه. النهارده رجعنا عودنا الارتداد تاني. دي المحصله بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها حركه عرضيه قصيره الاجل. يعني على المدى القصير احنا بقينا بنتحرك من مستوى 17580 كحد ادنى لحد 18082 كحد اعلى. مؤشر ال70 حاله مختلف نسبيا، لان المؤشر معظم اسهمه الحقيقه المؤثره فيه او اللي وزنها عالي نسبيا مش ادائها مش ايجابي قوي او مش قوي، معظمها بتسيطر عليها الحركات العرضيه برضو من فتره طويله، فعشان كده المؤشر بيتحرك في نطاق 20 نقطه ما بين 860 الى 880 نقطه، ومفيش حركات عنيفه. يمكن امبارح قفلنا على 860 وكان من المتصور ان احنا هنرتد، ارتدينا النهارده بالفعل وصلنا لحد 67 نقطه، وبعد كده سيطرت برضو الحركه العرضيه مره ثانيه. فاعتقد المؤشر برضو هيفضل في هذا النطاق العرضي بين المستويين اللي احنا قلنا عليهم دول لحد ما تظهر اي احداث جديده او اخبار ايجابيه جديده تدفع السوق على معاوده الصعود، خاصه زي ما حضرتك عارف احنا داخلين على شهر رمضان المبارك. كل عام وحضرتك بخير وكل مصر والأمة العربية والإسلامية بألف صحة وخير. طبيعي دايما لما بنيجي في شهر رمضان بتتسم التعاملات شوية بالرتابة، أو بتبتدي قيم التعاملات تتراجع، بتسيطر الحركة العرضية أكتر، فقد يكون السلوك العرضي اللي احنا بنتحرك فيه ده مقدمة للي ممكن يحصل في شهر رمضان. لكن على المدى الأطول طبعا احنا في اتجاه عام صاعد واتجاه طويل الأجل صاعد. بعض الناس بتتكلم عن احتمالية حدوث حركة تصحيحية في الأجل القصير، يعني ما نقدرش نجزم بهذا الكلام لأن السوق حتى الآن ما كسرش ولا مستوى دعم. يعني إذا اتكلمنا على مستوى 17580 واعتبرناه أن هو ده أول مستوى دعم، السوق حتى الآن قادر على التماسك عنده وما كسروش، وبالتالي ما نقدرش نقول أن احنا قد نشهد تصحيح عنيف لأسفل خلال الفترة الجاية، إلا لو بدأت تظهر أي بوادر لكده حتى ولو في الأسهم القيادية. وتصحيح تصحيح عنيف لأسهل فين؟ إذا كان أساسا معظم أسهمك لسه ما وصلتش للقيمة بتاعتها من قبل التعويم. مش بس كده كمان، لأن كمان السوق فيه نوع من الانتقائية الشديدة جدا، فنلاقي مجموعة من الأسهم بتصعد وزنها مرتفع نسبيا على المؤشر، فتاخد المؤشر لقمة جديدة وتبتدي الأسهم دي تقف وتنتقل السيولة إلى أسهم أخرى برضو وزنها كبير على المؤشر، تبتدي تاخد المؤشر وتطلع بيه القمة جديدة، والمحصلة ان معظم هذه الاسهم ما حققتش قيم سعرية جديدة. ان كان ابرزهم يعني البنك التجاري الدولي باعتباره صاحب الوزن النسبي الاكبر، المجموعة المالية هيرمس، طلعت مصطفى. طلعت مصطفى صحيح طلع قرب من 14 وشوية وبعدين رجع تاني، لكن الاسهم المؤثرة زي البنك التجاري الدولي ما عملش قمم جديدة.
فعشان كده ما زالت الامكانيه في ان الاسهم دي تعاود الصعود وتطلع تكسر قمم السابقه بتاعتها قائمه، وبالتالي تدفع المؤشر على مزيد من الصعود. احنا انت اتكلمت على مؤشر اي جي اكس 30 17781 نقطه، تمام، ما اتكلمتش على اي جي اكس 70 واي جي اي جي اكس 100، ان ساعات بيبقى ايه المؤشر 70 و100 بيبقوا مخالفين ل اي مودل. انا قلت حياتك يعني النهارده انت عندك اي جي اكس 70 867 نقطه، وعندك 100 2273 نقطه، وكله طالع. صحيح، بس زي ما قلت حياتك ال100 ممكن يكون افضل حالا من ال70، لان ال100 في جزء كبير من اسهم ال30 والاسهم دي سعرها عالي وبالتالي وزنها كبير، يعني زي الشرقيه للدخان، زي السويدي، الاسهم دي وزنها كبير لان سعرها عالي وبالتالي بيتاثر في المية اكتر من تاثيرها في وجودها في ال30، رغم ان في الاثنين هي وزنها كبير. عشان كده نلاقي مؤشر الاي جي اكس 100 قريب نسبيا من الاي جي اكس 30، لكن اي جي اكس 70 بعيد كل البعد. مؤشر اي جي اكس 70 قلنا بيتحرك في نطاق حوالي 20 نقطه، بعيدا خالص عن قممه السابقه، ما بين مستوى 860 ل 880 نقطه، كان قافل امبارح عند 860، ده مستوى دعم، رد منه النهارده في حدود 7 نقط وقرب من 867 نقطه. عشان كده هو مختلف نسبيا عن اداء المؤشرين التانيين اللي هم الى حد ما اكثر تعبيرا شويه عن وضع السوق منه بشكل اكبر، خاصه في الاسهم الكبيره، مش الاسهم الصغيره اللي مع الافراد اللي معظمها مش بيتحرك بشكل ايجابي. الاحداث السياسيه اللي في الدول المجاورة، حضرتك اتكلمت على سوريا وان كان في ترقب قبل الحدث نفسه، ولكن بعد ما حصلت يعني خلاص كان ديسكاونت نيوز زي ما انت بتقول. يعني اعتقد ان المؤثرات السياسية في الدول المجاورة بالنسبة للسوق بتاعتنا ما بقتش هي العامل الرئيسي، الا اذا طبعا حصل يعني حاجة من العيار الثقيل، يعني مش كده ولا ايه؟ ما اقدرش اقول بنسبه كبيره طبعا، يعني لان المنطقه كلها يعني فيها ازمات وفيها مشاكل، ودي مش بس عشان البورصه، عشان الاستثمار بشكل عام او مناخ الاستثمار بشكل عام. يعني عارف انا بقول كده ليه يا هبه؟ يعني لما تيجي تسمع مثلا تلاقي تقرير البنك الدولي يقول لك ايه؟ يقول لك في عمليه تباطؤ في المنطقه ولكن مصر ستشهد نمو مش عارف ايه، عشان افضل الظروف، واخد بالك؟ ما هو ده اللي انا اقصده، ان طبعا عشان افضل الظروف بقى الحال الداخلي بتاعك هو العنصر المؤثر الرئيسي. صحيح، ما مش بيقول في مصائب قوم عند قوم فوائده، يعني ممكن تبقى بتيجي بنتيجه تانية، يعني الازمات ممكن تيجي بنتيجه تانية، لكن ده ما يمنعش ان الظروف الجيوسياسية اللي موجودة طبعا لازم هتكون مؤثر رئيسي في اتخاذ اي قرار استثماري من جانب اي مستثمر اجنبي. البعض بياخد مخاطرة اعلى وريسك اعلى وبالتالي بيبقى عايز عائد اعلى، زي ما احنا شايفين كده في الدخول في السندات والاذون. ما الموضوع السندات ده، ما هو ده مثال. ما انت عندك دول مستقرة برضو صحيح كانت ناوية تطرح سندات وتوقفت، وانت طرحت السندات وكان في اقبال رهيب. صحيح صحيح، ده في سندات اليورو الاخيره. يعني كان في بعض الدول اللي اجلت البرنامج بتاعها نتيجه للاضطرابات اللي حصلت في الاسواق العالميه والاضطرابات برضو المتعلقه بالظروف اللي فيها الشرق الاوسط، ومصر استمرت في البرنامج وطرحت السندات اللي باليورو وحصل اقبال كبير رغم ان الفايده معناه ان في ثقه في البرنامج بتاعك ان انت ماشي على خطى سليمه. وده ظاهر من التقارير، حتى لسه حضرتك كنت بتكلم على تقرير بلومبرج، كل التقارير بتشيد بانك انت ماشي في الاتجاه الصحيح. ورغم ان الفايده ايه؟ رغم الفايده اقل. طبعا، بس يمكن دي كمان راجعه علشان الفايده على اليورو نفسه اقل من الدولار في الوقت الحالي. فدي طبعا اشاره ايجابيه، يعني مما لا شك فيه ان دي اشاره ايجابيه، بما انك انت معظم المؤسسات الدوليه بتشيد بالاصلاحات الهيكليه اللي انت بتعملها، فده امر طبيعي ان انت هتلاقي اقبال على الاستثمار في السندات بتاعتك. وده كمان اللي اشار اليه التقرير اللي حضرتك اشرت اليه، في انه بيتوقع ان السوق المصري والسعودي يكونوا من افضل الاسواق خلال الفتره اللي جايه. ده راجع للاصلاحات الهيكليه اللي كلا الدولتين قامت بيهم. الاصلاحات اللي حصلت دي في السنتين اللي فاتوا لازم هيكون ليها اثار ايجابيه على الاسواق الماليه بتاعه البلدين، ومصر كمان يمكن يكون في عندها جزء اهم او اكبر في موضوع الطروحات، طروحات الحكومية المزمع طرحها بعد توقف فترة طويلة جدا، ده من شأنه انه يعزز من قدرة السوق المصري على المنافسة ويبقى حاله أفضل كمان من الأسواق اللي في المنطقة بما فيهم السوق السعودي نفسه. صحيح السوق السعودي بيحقق مستويات ما شافهاش من سنين في الفترة الأخيرة، لكن برضه مش بنفس حدة أو مش بنفس الأداء الإيجابي للسوق المصري اللي
بسبب ان احنا قعدنا فتره كبيره جدا الست سنين دول في ازمات ضخمه جدا، وما ان بدات الحكومه تحل هذه الازمات حصل زي فوران في السوق، خاصة بعد تحرير سعر الصرف أو تغيير سعر الصرف وإعادة النظر بالنسبة لقيمة الجنيه أمام العملات التانية. عشان كده شفنا المؤشر بيتحرك في مستويات تانية، يعني مؤشر السوق السعودي والسوق المصري تقريبا كانوا بيبقوا زي بعض في على مدار السنوات اللي فاتت. لكن دلوقتي أنت بتتكلم في 8200 في السعودية و17000 في مؤشر EGX30، فده راجع لإعادة تقييم العملة طبعا، عشان ما حدش بس من المشاهدين يقول لك لا ده موضوع وده موضوع. طبعا احنا متفاهمين، لكن احنا نقصد ان احنا عندنا ظروف وعندنا كمان محفزات خلال الفتره اللي جايه ممكن تخلي السوق المصري في بوتنشال اعلى انه يكمل عن الاسواق المحيطه كلها. والعوائد بالنسبه للسوق المصري مختلفه برضو مش كده؟ طبعا يعني امر طبيعي، ما انت عندك فايده 15 و16%، فلازم العائد يتناسب مع العائد الكبير اللي موجود في اسعار الفايده يعني، وده اللي بيخلي زي ما قلنا ان الاجانب تحط 20 مليار دولار السنه اللي فاتت في الاستثمارات دي. احنا بس كل اللي بيعنينا او اللي بيهمنا هو ان الاستثمارات دي تتحول من ادوات دين الى استثمارات مباشرة، او حتى استثمارات غير مباشرة عن طريق استحواذات في البورصة او حصص لشركات. يبقى انت عايز بضاعة جديدة في السوق. ما احنا لسه بنقول اهو ان احنا بنتكلم على برنامج الطروحات، صحيح في تأخير يعني غير مبرر، واحنا يعني اتكلمنا كتير قوي في الموضوع ده، لكن كلنا امل انه يبتدي يتحرك بعد نقل الملف لوزارة المالية ويبتدي يبقى فيه خطوات جدية على ارض الواقع، ونشوف شركة على الاقل قبل الربع الثالث ما ينتهي. يعني إذا كنت أنت لما جيت تطرح سندات باليورو كان الأوضاع اللي حواليك أدت إلى أن في دول لغت الطروحات بتاعتها، وأنت استمريت ونزلت وكان في إقبال رهيب، ده على الساحة الدولية. طيب في سوقك أنت بقى، هي دي المشكلة، ها في سوقك أنت وانت عارف ان السوق محتاج عمق ومتعطش ومحتاج سيولة جديدة والسوق الاستثمار غير المباشر ده البادرة، صحيح، وده اللي بيدي الثقة للمستثمر المباشر. ليه من وجهة نظرك في تأخير في الملف ده؟ اعتقد ان هو يعني ممكن يكون مش ما كانش من الاولويات خلال الفترة اللي فاتت، يعني في اولويات تانية اهمها كان توفير العمله الصعبه مثلا باي شكل كان، حتى خلاص فات عليه بقى. انا بقول لحضرتك ده اللي كان مسبب التاخير ده كله. قد يكون هو ده الامر، ان الامر ما كانش من الاولويات. لكن في الوضع الحالي وده اللي احنا بننادي بيه بقالنا اكتر من سنه دلوقتي، المفروض يبقى في الاولويات، والمفروض انك تستفيد من الاداء الايجابي اللي في السوق، وما تعتمدش على ان مجرد طرح الشركات هو ده اللي هيحول السوق لايجابي. لا طبعا، لو حصل اي هزه في الاسواق العالميه، اي ارتداء، اي تراجع حاد، اي حاجه ممكن تحصل، ساعتها انت البرنامج كله هيتهدد عندك في التاخير في مدد اطول، وساعتها يعني اعتقد انك مش هتبقى ماشي على الخطوات المتفق عليها مع الصندوق، لان انت مع الصندوق كان من ضمن البرنامج اللي انت عرضته عليهم هو طرح حصص من الشركات في. طب يا سيدي لو مش هتطرح شركات جديده وسع في الشركات اللي مطروحه، الشركات اللي موجوده في السوق، ما هو ده اللي احنا بنقوله. ما هو هو الحكومه قالت كده، حتى من ال 23 شركه مش كلهم هيبقوا شركات جديده، اللي هي وزاره الماليه اعلنت عنها. بس يلا يعني يلا دي بصراحه نتوجه بيها انا وحضرتك للحكومه، يعني احنا بنتعشى من هذا الامر بقالنا دلوقتي سنه تقريبا، خلاص احنا نسينا فكره 2016 والمجلس الاعلى للاستثمار لما اقر عوده برنامج الطروحات، لكن احنا بنقول اهو من بدايه 2018 يلا يا جماعه، يعني في ايه افضل من كده سوق يعني يساعدك انك تطرح وتنجح طروحاتك. ده لسه كنا بنتكلم انا وصديق على موضوع الشركات القطاع الخاص، انا اتصور ان هم دلوقتي عندهم خشيه عايزين يسرعوا الخطى علشان يلحقوا قبل ما الحكومه تطرح، لان الحكومه لو طرحت يلحق السيوله، لان الحكومه لو طرحت هيبقى كله منصب عليها وعلى شركاتها لانها اكثر جاذبيه من جميع المقاييس، وبالتالي الشركات القطاع الخاص هتلاقيها خلال الفترة اللي جاية بتسارع عشان تبتدي تطرح في البورصة وتسابق الحكومة. طب الحكومة هتفضل تضيع الفرص لحد امتى؟ ما تبتدي بقى تلحق وتبتدي تطرح. وبعدين احنا بنتكلم على شركة زي امبي مثلا بقالنا حوالي سنة دلوقتي ما شفناش اي خطوة، كلها احنا خلاص احنا في الخطوات الاخيرة، احنا في الخطوات الاخيرة، وما فيش شيء بيحصل على ارض الواقع، ودي هتجيب لك استثمارات من بره اللي انت بتستهدف، هتوسع قاعده الملكيه في الشركات الحكوميه، هتزود من الافصاح والشفافيه في الشركات،
هتجيب المستثمرين الجداد اللي موجودين في مصر اللي هم خرجوا من البورصة من زمان ونفسهم يرجعوا على اكتتاب حكومي، هيرجعوا. هتجيب ناس جديدة ما دخلتش البورصة قبل كده وترجع تدخل، وبالتالي تعزز من إمكانية نجاح الطروحات التانية. كل ده يعني مش واضح أمام الحكومة علشان الموضوع ياخد كل هذا التأخير. يعني في قرارات بتتاخد كده في ثانية، وفي قرارات تحس البيروقراطية كلها بتظهر فيها. يعني مش معقولة الحكومة لو عايزة تنفذ حاجة هتنفذها النهاردة. بس في أصوات لسه بتقول لك لا للخصخصة. ما يعني ما يعني ما هنرجع نعيد نفس الحوار بتاع الخصخصة، وإن الخصخصة دي حاجة حلوة ولا مش حلوة. لكن يعني احنا اتكلمنا ونشرح ان احنا ما بنتكلمش على خصخصه، احنا يعني بنتكلم على طروحات يعني توسيع قاعده الملكيه. بعدين ما هو اللي بيشتريها ما هو مصريين. يعني هو احنا يعني انت بتبيعها لمين؟ يعني مش بتبيعها لليهود، يعني انت بتبيعها مصريين، ناس داخله تستثمر في شركاتها. وبعدين انت بتطرح حصص، يعني ده اقصى حاجه 30%، يعني كمان الحكومه ما زالت مالكه للجزء الاكبر. فانت بتطرح حصه، وبعدين هذه الحصه انت ممكن تاخد التمويل بتاعها وتعيد هيكله الشركه وتخليها تكسب اكتر. هل راضي عن حجم الاستثمارات العربية في السوق المصري؟ لا، في الوقت اللي فات طبعا مش كتير. لا، انت بتكلم على البورصة؟ طبعا مش كتير، واضح يعني. يعني متراجعة بشكل كبير، وده ممكن يكون بسبب الأسواق بتاعتهم برضه. يعني الأسواق بتاعتهم لأنها مش الأسواق مضطربة بقى لفترة. سيبك من الفترة الأخيرة دي اللي هي بتاعت السوق السعودي وسوق دبي، لكن احنا قعدنا سنتين أو سنة ونص كان في اضطراب كبير في الأسواق. فقد يكون ده راجع لهذا الامر، يعني ان هم عندهم خسائر في اسواقهم، وبالتالي نسبتهم او قيمه استثماراتهم في البورصه المصريه مش كبيره. لو احنا رجعنا حتى على مدار الخمس او ست سنين اللي فاتوا، هتبص تلاقي ان التوجه كان في معظمه بيعي، حتى فيما يتعلق بالحصص الكبيره، مش بس التعاملات اليوميه. يعني كان معظمه تخارج وبيع خروج، يعني مش لاسباب ان كانت، الا في رايي لانها بسبب الخسائر او الاضطرابات اللي بتحصل في الاسواق عندهم. مع استقرار الأوضاع ومع الإصلاحات الأخيرة اللي حصلت، أعتقد أن المستثمرين العرب هيرجعوا تاني، وممكن يرجعوا كمان في الاستثمار المباشر أكتر من الاستثمار غير المباشر اللي عن طريق البورصة. لأن زي ما اتفقنا وزي ما كل العالم متفق دلوقتي، أن مصر بقت منطقة جاذبة للاستثمار بعد الإصلاحات اللي حصلت. دايما بنتكلم أو بقالنا فترة يعني بنقول أن القطاعات الجاذبة في السوق المصري القطاع العقاري، قطاع الخدمات الماليه، البنوك، هم ما زالوا نفس القطاعات. طبعا، لان هم دي القطاعات الممثله بشكل حقيقي في البورصه. في قطاعات تانية مش ممثله بشكل حقيقي، يعني اتكلمنا برضو في الموضوع ده كتير، زي قطاع السياحه مثلا مش ممثل في البورصه اصلا. قطاع الادويه، في شركات ادويه لكنها مش ممثله بشكل حقيقي. قطاع الموارد الاساسيه برضو مش ممثل بشكل كبير. المقاولات، في شركات مقاولات كبرى مش موجوده في البورصه، سواء في القطاع الحكومي او في غير القطاع الحكومي، المقاولين العرب، حسن علام، كل ده مش موجود في البورصه. القطاعات اللي معبره حقيقي عن وضع الاقتصاد هو القطاع العقاري، يمكن ده اكتر قطاع. وكمان ما تنساش حضرتك ان هو له اخبار متعلقه بيه تدعمه، يعني امر طبيعي ان هو اللي يقود. يعني لما تلاقي سياسه من البنك المركزي بخفض سعر الفايده مرتين على التوالي، يبقى امر طبيعي ان القطاع الاكثر حساسيه ان هو يتحرك معاهم. ده امر منطقي وبديهي جدا، مش في الاقتصاد الحقيقي، دي قصه تانية لان دي فيها ظروف مختلفه نتيجه الارتفاع الكبير اللي في الاسعار وتراجع مستوى الدخل امام الفجوه الكبيره اللي حصلت في السعر. لكن انا بتكلم على البورصه، على الاسهم اللي موجوده في البورصه، لان الاسهم اللي موجوده في البورصه قيمها العادله ما تتماشاش مع قيمه الاصول بتاعه الشركات، فعشان كده بيحصل عليها هذا الاقبال. موازنتنا تاثر على بورصتنا، ده هنعرفه في الفقرة القادمة. مكملين مع حضراتكم ومع ضيفنا وضيفكم الأستاذ إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بعد الفاصل. فخليكم أسوأ وعلا. مما لا شك فيها، اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ضيفنا وضيفكم الاستاذ ايهاب سعيد، عضو مجلس اداره البورصه المصريه، اهلا وسهلا بحضرتك معانا مره تانية. هل موازنتنا تاثر على بورصتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من ناحيه ايه يعني؟ ما هو السؤال كده، الارقام اللي محطوطه لما تيجي تقراها، هل ممكن تدي لك مؤشرات يعني معينة، اتجاهات معينه؟ يعني مثلا لما اجي ابص على سعر برميل البترول محطوط ب 65 ل 70 تمام دولار البرميل في الموازنة،
مع ان هو بيتم تداوله حاليا فوق 74 دولار البرنت، المتوقع يزيد، المتوقع انه يوصل 80، وفي توقعات لاكتر من كده. على اي اساس ان انت حاسبها بالرقم ده؟ طب ده ياثر على باقي الارقام اللي عندك صحيح في الموازنه ازاي؟ ده ما ياثرش على البورصه؟ لا ياثر طبعا، مما لا شك فيه ياثر، بس حسب ما الامور هتمشي ازاي. يعني احنا بنفترض ان الاسعار هترتفع، قد تنخفض، يعني قد تنخفض الاسعار وبالتالي الامر يتحول الى امر ايجابي. اي موازنه بيتم عملها في البدايه بتبقى فرضيات، قائمه على فرضيات ممكن تتحقق وممكن ما تتحققش، لكنها بتبقى اقرب للواقع. وعشان كده في الموازنه التقديريه والموازنه الختاميه في الاخر. فبالتالي الارقام اللي بتبقى محطوطه دي بتبقى استرشاديه، امر منطقي وطبيعي. يعني بدليل ان انت كنت في الموازنه اللي فاتت حاطط برميل البترول ب 55 دولار مثلا، كان البرميل بيوصل ل 60 وحاجه و60 دولار، فعمل فارق في الدعم، صحيح مش كبير لكن عمل فارق. يعني انت كنت مقدر حوالي الدعم ب 110 مليار جنيه، اعتقد في التسع شهور الاولى كان وصل حوالي 90 تقريبا او 91 مليار، يعني تقريبا هتقفل السنه بحوالي 112 113، يعني تقريبا نفس الارقام اللي انت كنت بتتكلم عليها في الاول. مساله البرميل بترول نفسه واثره بقى على ايه اللي ممكن يعمله في او ياثر ازاي على مناخ الاقتصاد بشكل عام، بالتاكيد في موضوع التضخم مما لا شك فيه. يعني لان انت حضرتك عارف، ويمكن انا اتكلمت برضه في اكتر من لقاء في قنوات مختلفه عن الموضوع ده، يوم ما اعلنت بعض الاشاعات او الاخبار اللي قيلت عن انه سيتم اعتبار الدولار ب 65 ب 65 عفوا البترول ب 65 دولار في الموازنه، والدولار ل 17.5 بدل 16، قلنا ان كده المفترض ان الدعم يصل الى 180 او 190 مليار جنيه، على اعتبار ان كل دولار بند الدعم الوقود. ليه؟ لان انت كل دولار بيزيد في برميل البترول بيفرق معاك من 3 ل 4 مليار جنيه، وكل 10 قروش نفس الموضوع في سعر الدولار، فده معناه انك انت محتاج 40 مليار من هنا و40 مليار من هنا عشان تغطي فارق تغيير سعر صرف الدولار في الموازنه وفارق سعر برميل البترول. يعني بنتكلم في زياده في البنزين ما تقلش عن 25-30%، الكلام ده قبل حتى ما الموضوع يبقى معروف مؤخرا يعني. ثم جات الحكومه دلوقتي وقالت الرقم بقى، يعني احنا بدل ما كنا بنتكلم في 180 مليار بقينا بنتكلم في 89 مليار. ال 89 مليار جنيه دول مقارنه بال 110، يعني احنا نزلنا في حدود 21 مليار جنيه عن الموازنه بتاعت العام الماضي اللي هي كانت في حدود ال 110 مليار دعم. مع تغيير سعر البترول يبقى انت بتتكلم بالفعل في 30 وممكن تبقى اكتر كمان سنه من ال 30% في تغير في سعر الوقود. فده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن يبقى في ضغوط تضخميه. طيب البنك المركزي بيتخذ سياسه توسعيه في الوقت الحالي، بيخفض الفايده. ممكن يكون مش بسبب السياسه التوسعيه ولكن على الاقل لان التضخم بدا يتراجع. طيب ماذا بعد؟ لما يطلع التضخم يزيد لما يبتدي البنك المركزي هيتصرف ازاي؟ هيتصرف ازاي؟ لو رفع الفايده تاني ساعتها هيأثر على بقى؟ على خدمه الدين، لان خدمه الدين على الحكومه، فخدمه الدين هتتأثر سلبا، هتزيد في الوقت اللي هي دلوقتي بقت يعني اكتر من نص الموازنه، فالعجز عمال يزيد، فالعجز بيزيد. طيب لو ابقى على سعر الفايده كما هو يبقى هيبقى في تضخم مش قادر يسيطر عليه بسبب انه مش قادر يتحرك في اسعار الفايده. الاقرب للواقع واللي انا بتصوره يعني انه هو هيثبت، يعني حتى لو حصل ارتفاع في التضخم طبعا مش هيبقى كبير قوي عشان برضو ما نبقاش مبالغين، يعني لانه هيبقى مقتصر على الوقود، سيبنا من ال 33 وال 35% اللي حصلت قبل كده، لان ده كان بسبب تحرير سعر الصرف وكان في ضريبه قيمه مضافه وكان في دعم وقود وكان في جمارك، كانت حزمه كبيره كده هي اللي عملت الفارق ده، فمش ده مش هيحصل تاني. لكن بتهيألي ان هو مش هيخفض تاني، هيقف عن الخفض. البنك المركزي مش هيخفض الفايده، مش هيخفض الفايده، هيتوقف عن الخفض خلال الفتره الجايه في المرحله الحاليه بعد رفع الدعم بالظبط في المرحله اللي جايه بالظبط، بس مش هيرفع، يعني مش هيرفع لان كان الجميع يعني معول على ان هو يستمر في الخفض، وبالتالي ده ممكن يكون له اثر ايجابي كبير على البورصه. لان لو تذكر في اشاره في البورصه كمان اللي هي الفاكره الثري ستيبس اند ستامبل بتاعت زمان، ان هو لما يخفض ثلاث يرفع الفايده ثلاث مرات والسوق يرجع ينزل بعديها، والعكسها اشاره ثانيه بنقول عليها تو تامبلز اند جامب، يعني بيخفض مرتين فالسوق ينطلق، فهو اوريدي خفض المرتين والسوق انطلق فعلا. اللي جاي ما اعتقدش انه ممكن يكون في اتجاه التخفيض، هيبقى ان ما كانش رفع يعني علشان التاثير على خدمة الدين للحكومة بالظبط، لأنه هيعمل لهم مشكلة من الناحية الثانية.
يعني انت بتحاول وعندك السندات كمان اللي انت طرحها دي. دي بقى قصه تانية، قصه تانية خالص، موضوع ان انت تستمر في الطلب يبقى موجود على السندات، فبالتالي انت بتحافظ على سعر دولار معين، مش قادر تخلي سعر الدولار ينزل، علشان لو نزل انت الخسران، لان ساعتها ممكن الاجانب تبتدي تحول السندات اللي هي واخداها ومستثمره فيها خلال السنه اللي فاتت. يبقى ده وقت يا استاذ ايهاب. طبعا ما دي كل دي ظروف استثنائيه. الظروف دي في بعض الدول استمرت سنين، عندنا في مصر ما بقالهاش سنتين، ودي ارقام يعني. لا، وانك انت نسبه التضخم تنزل من حاجه 30% الى 12% في ظرف سنه، ما ده اللي بقوله، ما حصلتش في دوله قبل كده. دي بتقعد سنين في دول تانيه عشان يخرج من او بعد اصلاحات هيكليه قويه بالشكل ده، فان انت تقعد فيها سنه ونص او سنتين ده حاجه يعني ممتازه جدا، وطبيعي ان احنا نبقى متفاهمين ان الظروف مش مستقرة وفيها استثناء. عشان كده قلت حياتك الناس اللي عندها تفاؤل كبير فيما يتعلق بخفض سعر الفايدة والاستمرار عليه، دي اعتقد فيها يعني بيشوبها العديد من الشكوك. يعني لا، يشوبها العديد من الشكوك في الوقت الحالي طبعا، انا بتكلم انما انت بتتكلم في الربع الثالث والرابع. لا، احنا بنتكلم على الفترة اللي جاية. الفترة اللي احنا فيها دلوقتي دي صعب ان البنك المركزي يقدم على خطوات تخفيضية اخرى، لانه هو عارف واحنا عارفين والحكومه عارفه والدنيا كلها عارفه ان في تحريك في اسعار الوقود، في تحريك في اسعار الكهرباء، وكل ده هيزود من الفاتوره على اسعار السلع، وبالتالي هيبقى في ضغوط تضخميه هتظهر خلال الفتره اللي جايه، وعندنا كمان شهر رمضان، وبالتالي هيبقى من الصعب قوي ان هو يستمر في سياسه خفض الفائده. لكن ده هياثر على البورصه ازاي؟ ما اعتقدش انه هياثر كتير، لان زي ما قلت لحضرتك الاشاره حدثت بالفعل ان السياسه النقديه حصل توجه توسع، خلاص عارفين السياسه ايه بالظبط، فالبورصه مش هيبقى فيه تاثير سلبي كبير عليها. ديسكاونتد نيوز زي ما بتقول. موضوع زي الصندوق السيادي يفرق معاكوا ايه في البورصه؟ انا ما يفرقش معايا بصراحه، يعني انا يعني هي في ناس شايفه طبعا الخطوه ايجابيه جدا، و200 مليار جنيه واستثمارات واداره اصول الدوله، يعني ما يعني مش عايز اقول كلام قاسي، لكن ماذا يعني الدوله فعلت في قطاع الاعمال العام يعني عشان يبقى في اداره للاصول تانية؟ فاذا كانت الامور هتمشي بنفس الاسلوب لا، يبقى ما، لكن لو هيبقى في اعتماد على خبرات اجنبيه واستقدم ناس اجانب وناس سبقونا في هذا الملف، واجيب ناس بقى محترفين بجد زي ما بجيب مدرب للمنتخب محترف، مدرب اجنبي محترفين برضو، ما هو برضو دول ليهم تكلفه. ايوه، وانت لازم تدفع بالظبط كده. طبعا فدول ليهم تكلفه، مش يعني مش هيبقى موظف في الحكومه، مش هيبقى من الموظفين القائمين في الحكومه. اذا هتعمل ده يبقى طبعا يا مرحبا بالصندوق السيادي، لكن لو هتعتمد على نفس الاسلوب في الاداره القائمه على زي ما بندير كده في شركات قطاع الاعمال العام، يبقى ايه هي الاضافه؟ فيعني عشان كده بقول لحضرتك انا ما تحمستش قوي لموضوع الصندوق زي ما البعض تحمس بشكل كبير، الا لما نشوف الاسلوب بتاعه اللي هيتم الاداره بيه، لان انت يعني انت بتحاول تتخلص من عندك من اصول وبتحاول تبيع اجزاء من اصول، ايه الحكمه او ايه الفايده او العائد اللي هيعود عليا كدوله ان انا اعيد تاني شراء بعض الاصول او ان انا احتفظ ببعض الاصول وادرها بنفس الطريقه فهنا يعني اللي حضرتك بتقوله هو انها خطوه ايجابيه طالما تم ادارتها بالطريقه العالميه المتعارف عليها. بالظبط، لو تم ادارتها بالطريقه التقليديه ما اتوقعش نتائج مختلفه. بالظبط، ده انا فهمت صح بالظبط كده. تمام. طيب، يبقى اذا الملف ده واضح والعمليه واضحه وصريحه، فلما اجي النهارده اسمع ان في ضجه معموله في الجرايد على تقنين مرتبات الوزراء وان احنا قاعدين نتكلم في الحد الاقصى ومش عارف ايه والكلام ده كله، يبقى ده موضوع، يبقى احنا كده اكنك يا ابو زيد ما غزيت، يعني لو احنا ماشيين بنفس الفكر ده يبقى مش هنحقق. وانت يعني بتعمل خطه مع صندوق النقد، صندوق الراسماليه العالميه، يعني ماشي في الراسماليه العالميه وبتحرر السوق بتاعك، ولسه بتاخد قرارات تتعلق باليساريه والاشتراكيه وحد اقصى بس في ناس تقول لك بس دي الظروف الحاليه يعني، وانت محتاج ما عشان كده قلت لحضرتك بلاش يعني الحته دي بلاش ندخل فيها لانها شائكه، والبعض بيبقى يعني في انت عايز العمليه تدار باحترافيه مش ب هل حضرتك حاطط حد اقصى على كوبر المدرب المنتخب؟ وهنا هيقول لك ده مش من الموازنه بتاعت الدوله، يعني انا بتكلم في الفكر، انت حاطط له حد اقصى؟
مش حاطط له حد اقصى. هي نفس الموضوع. هتقول لي ده اصل ده وزير وموظف وبتاع، انا ما بتكلمش على الوزير تحديدا. وبعدين انت ارتضيت سياسه السوق الحر. ما انت ما انت ماشي في سياسه السوق الحر، ما انت عامل اتفاقيه مع صندوق النقد. يبقى لازم تتعامل. اه انا ما بتكلمش على الوزير على فكره. بآليات السوق الحر. عشان الناس هتقول لك الوزير موظف، انا بتكلم بشكل عام في قطاعات. لا وحتى الوزير على فكره. اللي انت محتاجها. حتى الوزير هو انت النهارده. زي موضوع الصندوق السيادي اللي كنا بنتكلم فيه ده مثلا. لو انا جبت له ناس بتديره باحترافيه، شوف حاجه بتقول لي ايه؟ كلف. طب هكلف ازاي وانت عندك حد اقصى؟ هتعملها ازاي؟ عندك في البنوك، البنوك بعض البنوك بتكسب مليارات. ويجي يقول لك رئيس المجلس الإدارة. أنا أسألك سؤال، حضرتك النهاردة نفترض كده ربنا فتح عليك وانت بتشتغل برا في دولة ما، وأعتقد أن المرتبات في الجزئية دي يعني ممكن تعدلها بالراحة في الشهر 2 مليون جنيه. آه طبعا. يعني 3 مليون جنيه في الحدود دي في الشهر في المنصب ده برا. اتقال لك لو سمحت تعالى عايزين بقى ندير الصندوق السيادي بتاع مصر، بس معلش انت هتيجي بقى وهتديره بالحد الاقصى للاجور. ما هي هنا ما خلينا نفصل بين حاجتين، انت هتدير بدافع وطني ولا بتدير بدافع احترافي بحت؟ دي نقطه. انت محتاج ايه في المرحله دي؟ انا محتاج احترافيه. مش محتاج الدافع الوطني. الدافع الوطني كلنا عندنا دافع وطني، كلنا مستعدين نشتغل ببلاش، مفيش مشكله خالص. بس ممكن اكون انا ما اصلحش للنقطه دي او ما اصلحش لهذا المنصب، في غيري محترف في الحته دي، فده انا هجيبه وهديله. انت عايز احترافيه. انا عايز احترافيه، مش في الملف ده، في كل الملفات بالظبط. احترافيه، ادي العيش لخبازه زي ما بيقولوا. الادوات هل محتاجين نفعل بقى الادوات اللي بقالنا كتير بنتكلم عليها؟ نتمنى. اتكلمتوا على بورصه السلع وكده، ده انتوا بقى في البورصه يعني عملتوا ايه في القانون الجديد؟ لا هو احنا عملتوا فيها ايه؟ احنا عندنا مثلا موضوع الشورت سيلينج رفعنا الملف للهيئه، وعندنا موضوع صانع السوق برضو رفعنا الملف للهيئه. كان في بعض الاعتراضات من اللجنه الاستشاريه اللي موجوده في هيئه الرقابه الماليه، واعتقد ان احنا بصدد يعني حلها خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله، واعتقد هيتم تفعيلها. واعتقد يعني ان دي اليات كبدايه امر ايجابي جدا، ان انت يبقى عندك شورت سيلينج، يبقى عندك صانع سوق. مساله الاوبشن ماركت او اللي هي عقود الخيار والاسواق المستقبليه والكلام ده كله ممكن تيجي كمرحله ثانيه وتنص عليها في القانون وتنص على البورصات الخاصه، وبالتالي ممكن خلال الفتره اللي جايه تحصل. لكن اللي يهمنا في الاول بس ان احنا ندخل الى النطاق الواقعي، ان مش معقول السوق المصري يبقى لحد دلوقتي ما فيهوش مثلا شورت سيلينج. مش معقوله يعني. يبقى في اشرح كده للساده المشاهدين يعني ايه شورت سيلينج. الشورت سيلينج اللي هو البيع الاجل. يعني هي المشكله كلها في ان البيع الاجل ده فيه نوعين، نوع بيع على المكشوف ونوع بيع باقتراض بغرض البيع. يعني ايه بيع على المكشوف؟ يعني انت بتخش تفتح بوزيشن، بدل ما بتشتري فيه سهم تقول انا داخل ابيع، وفي اخر الجلسه بتقفل البوزيشن ده انك بتشتري الاسهم تاني اللي انت اساسا بعتها اللي هي اصلا مش بتاعتك، وتقفل بوزيشن وتاخد الفرق. لو الاسعار نزلت انت بتكسب، لو الاسعار طلعت انت بتخسر، عكس الشراء الطبيعي. نفس الموضوع في الاقتراض بغرض البيع. الفكره كلها قائمه هنا في ايه؟ انك انت بتقترض، بيبقى فيه زي مكان كده بتقترض منه اسهم، وتاخد الاسهم دي تخش تبيعها في السوق علشان تخرج من مشكله الحرمانيه، لانك بتبيع ما لا تملك. فهنا انت بتقترض شيء وتخش تاجر بيه وتدي في مقابله ايجار للراجل. كلها عايزه احترافيه يعني، عايزها طبعا. ما انت ممكن تقصرها في البدايه على مؤسسات والبروفيشنالز، وبعد كده تفتحها للمستثمر العادي. صحيح. توقعاتك بقى بالنسبه للسوق، يعني احنا انت بتقول احنا ماشيين عرضي اهو. صحيح. النهارده احنا عندنا بقى مستهدفات. نرجع بقى لايام زمان كده لما كنت بتقول لنا الدعم والمقاومه والمستهدفات. يعني شوف حضرتك، من المستهدفات في الاتجاه الصاعد، لما بيكون الاتجاه صاعد وبنحقق مستويات تاريخيه جديده مش بتعنينا قوي. لكن لو كان السوق مثلا في اتجاه صاعد وبيلف وبينزل وبيعمل كوركشن، هنا بنبص على المستهدفات. لكن طول ما هو بيحقق مستويات تاريخيه جديده وبيكسر فوق، تعنيني في ايه المستهدف؟ ما انا هقول لك 19، طب ما هيجيبها، هل انا كده شاطر؟ ما هو بيجيب اي رقم. 20 هيجيب، ما هو كده كده بيجيب ارقام جديده. فما مش بتعنينا قوي المستهدفات، لكن اللي بيعنينا ايه؟ ان الاتجاه صاعد والاتجاه بيميل للبقاء. يعني طول ما الاتجاه ما بيبدا ويبتدي صاعد يبقى هيميل للبقاء صاعد الى ان يثبت العكس. فالسوق صاعد وفي اتجاه صاعد وهيجيب مستويات اعلى. المستثمر يتعامل ازاي؟ ان هو كل سوق ما بيصعد، كل ما هو بيحرك حاجه اسمها نقطه حمايه ارباح، بيشتري وبيحتفظ، ما بيضربش. لان السوق زي ما قلنا برضو كتير زمان هو اللي بيفرض عليك السلوك الواجب اتباعه في الاستثمار،
مش انت اللي بتفرض عليه سلوك، مش انت اللي تقول انا هبقى مستثمر قصير الاجل، انا هبقى طويل الاجل. ما ينفعش، السوق هو اللي بيقول لك كده. السوق دلوقتي فارض علينا جميعا الاستثمار طويل الاجل، يبقى انا هشتري، هحتفظ، هحط لنفسي نقطه لحمايه الارباح، كسرها السوق هينزل. لكن غير كده ما تقعدش تشغل بالك بقى بالتارجت 19، تارجت 20، تارجت 21، هو كده كده يعني اتجاه صعب. احنا في سوق استثماري مش في سوق مضاربه. بالظبط، ده الكتاب بيقول كده، مش مش راينا الشخصي يعني. طالما السوق في اتجاه عام صاعد طويل الاجل، يبقى السوق استثمار مش مضاربه. لان المضاربه هتكسب بس هتكسب اقل من اللي ممكن تكسبه لو انت استثمرت على المدى الطويل. استثمر في اي قطاع في السوق؟ هي دي بقى النقطه. خليني بقى اقول لحضرتك اللي احنا بنتكلم عليه ده كله مؤشر سوق. تعالى بقى جوه الاسهم، الموضوع مختلف تماما خالص. هناك انتقائيه شديده جدا في القطاعات، وحتى القطاع نفسه تبص تلاقي سهم طالع وسهم نازل وسهم مش عارف بيتحرك عرضي. لكن تعالى نشوف المحصله، هتلاقي ان معظم الاسهم دي كلها او يمكن 90% منها كلها طلع، لكن ممكن يبقى مثلا واحد او اثنين ثلاثه واقفين دلوقتي. فالمستثمر بيعمل ايه او المضارب؟ بيخش يشتري في الاسهم دي ويلاقي السوق جنبه عمال بيطلع وهو مش عارف يعمل ايه، فبيزهق، فبيقوم بايع الاسهم دي ويشوف السهم بيطلع. بعد شهر، شهر ونص، تلاقي الاسهم دي طلعت. فالمحصله في النهايه ان 90%، انا مش عايز اقول 100% عشان الناس هتقعد تعد لي اسهم وانا متفق معاهم، 90% من السوق من الاسهم طلعت بس بنسب مختلفه تبعا للقطاع الاخبار المتعلقه بيه. فكل الاسهم طلعت، كل اللي على حضرتك ان انت ما تزهقش، خليك في السهم، احتفظ بيه واستنى هيطلع. لكن اختار قطاع طبعا يكون يعني بيتمال، يعني زي ما كنا بنتكلم على القطاع العقاري مثلا، الاخبار المتعلقه بيه ايجابيه وبالتالي الوجود فيه دلوقتي افضل من ان انا ابقى داخل في قطاع تاني مثلا مش وقته. احاول بقدر الامكان ان الروتيشن بتاعي يكون تبع للاخبار الايجابيه المتعلقه بالسوق، التتابع بتاعي. بالظبط، ان يكون كل سهم انا داخل فيه يكون مرتبط بقطاع، القطاع ده يكون عليه اخبار، يكون اداؤه فنيا حتى كمان كويس، بيتحرك في اتجاه صاعد، مفيش اشارات ضعف، مفيش اشارات سيئه، واحتفظ بيه وما الراجل بتاع التحليل الفني، هو الوقت اللي احنا فيه ده تحليل فني ولا تحليل مالي؟ مفيش حاجه اسمها وقت تحليل فني وتحليل مالي، التحليل الفني في جميع الاوقات وفي جميع الاسواق وفي كل وقت. يعني تحليل فني طبعا، اصل التحليل الفني هو بيدرس سلوك المتعاملين من خلال دراسه السعر، فبالتالي السعر بيتحرك يبقى في سلوك متعاملين. يا اخي نفسي الاقي حد بتحليل فني يقول لي تحليل مالي. لا، وانا مهم. عمري انا الاثنين طبعا مقتنع بيهم. نفسي حد يقول لي مهم، يعني مهم جدا، عمري ما قلت انه بعد مش ايه بقى، ما انت قلت لا هو. انت حضرتك سالتني سؤال، ينفع تحليل مالي ولا فني؟ قلت لك ينفع ما فني، لكن المالي طبعا مهم جدا ولا استغناء عنه. يبقى انت دلوقتي بتتكلم على القطاع العقاري، القطاع المالي، خدمات ماليه برضه. خدمات ماليه طول ما السوق بيطلع وفوليوم كبير يبقى خدمات ماليه على طول. الطاقه يعني لما ينزل الطروحات ممكن. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ ايهاب سعيد، عضو مجلس اداره البورصه المصريه. شكرا، دايما بتساعدنا. الله يخليك، شكرا معانا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم، ويوم الاحد وبرنامجكم اسواق وعمل.